صباح الخير من أمريكا ومني ومن الست فيروز من صوتا أكيد الله يطول عمرها ويخليها بعافيتها. اليوم بدي أخبركم كيف بدنا نلون ورقة الورد حتى تصير كتير قريبة من الطبيعة. أكيد بدي أستعمل ألوان زيتية، بدي أستعمل اللون الأصفر، بدي أستعمل اللون الأخضر، بدي أستعمل لون الموطارد لزبط الأخضر والأبيض. أكيد اللون الأصفر هو بيجي أي وردة بدي أستعمل، إذا الوردة الصفراء بستعمل اللون الأصفر، إذا الوردة حمراء بستعمل اللون الأحمر، أو إذا الوردة أورانج أو أي شيء لون غير بستعمل اللون اللي هو هون. هلا انا رح الون ورده قدام ورقه قدامكم لحتى تشوفوا باسهل طريقه كيف بنقدر نحصل لالوان كثير حلوه لزهره الباندو لورقه الباندو حتى يصير معنا قطعه كثير حلوه. هلا بفرجيكم هون هي الورقه انا عطيتها لون بالعجين يعني ابيض واخضر، فحاعمل لكم ورقه واحده بس لحتى تاخذوا فكره كيف بتصير هيدي الورقه. يعني مثلا هون معي انا كذا لون اخضر اذا ملاحظين، معي الاخضر الفاتح، معي الاخضر الغامق، معي الاخضرين مخلوطين ببعضهم، ومعي اللون الابيض العجين طبعا. هلا انا هون شو بعمل؟ باخذ من كل لون قطعه صغيره، مثلا هون اخذت ابيض، اخذت اخضر، اخذت اخضر ثاني، اوكي؟ وهلا بتشوفوا كيف رح اعمل الورقه، بمزجهم هيك مع بعضهم و بطريقه كثير خفيفه، اوكي؟ سو انا ححط وحده على جنب حتى ما تكون الورقه كثير كبيره، بخلطهم خلطه كثير خفيفه لحتى يفوتوا الالوان بعضهم وبس. هلا مثل العاده كره على السريع كرمال تفوت تسخن تدفى العجينه ويفوتوا الالوان ببعضهم، وهلا بتاكد انه ما في تشقشق فيها، بفتح ايدي من تحت من فوق وبكبسهم من تحت حتى يطلع معي شكل الهرم اللي هو هون. هلا بظبطها بهالشكل هيدا، بقلبها على ايدي بطرف كفي، بعمل يمين وشمال وبرجع بشيلها لحتى ظبطها، وبرجع بحطها على الوجه الثاني تمام، كمان بكبس يمين وشمال، واذا كان بدي الراس عريض بقلبه على الجهه الثانيه وبعمل هالشكل هيدا، بدي اياها اطول بعملها اطول، بدي اياها اعرض، المهم زبطت معي بهيدا الشكل حتى تطلع. كمان بشوف اي وجه عندي احلى في الوان اكثر، بياخد هيدا الوجه انه في شويه ابيض في شويه اخضر، اكيد بدي ارجع ثبت لها هيك. ما تنسوا انه ورقه الورد بتكون لها طرف مقصقص بهالشكل هيدا، اكيد بدي استعمل الكيردون، الكيردون هو بخليني احصل للاشياء الناعمه اللي انا بدي اياها بالورقه، اوكي؟ واكيد بستعمل الشكل السبعه، برجع بالنص بعملها هالشكل وبرجع برسمها سبعات مثل ما شايفين بهذا الطريقة، كمان سبعات بهذا الشكل، بعدين بطلع من كل شحتة عملتها شحتين وحدة أعلى من وحدة لحتى أوصل، بدل ما أستعمل القالب بما إني بعيدة عن المشغل عني بلبنان، الله يشفي لنا لبنان يا رب ويرجعنا على بلدنا، سو بحاول استعمل اي شيء من دون ادوات كرمال لوصل لكل اللي بيحبوا هيدا الشغل او انهم يشتغلوا من دون ما يكونوا عطلانين هم، بدهم يشتروا القالب، بدهم يشتروا سناره، بدهم يشتروا هالشغلات، فطلعنا هيدا للشكل. هلا باي قطعه عندك اياها، هلا هدول الشمعات عم يطلعوا معي بس بالريشه، بالفرشيه، بالريشه، بالقلم، اي شيء قدامكم بقدر اعمل اوصل للنتيجه اللي انا بدي اياها. كل شيء بدي اشتغله مثل ما حكينا، بدي اعمل اصبعي ايدي بهي الطريقه كرمال لحتى اوصل لهالطعجه هيدي. لاحظنا كيف عم ترفرف وعم تطلع طبيعيه، برجع بقلبها وبعمل نفس الطريقه من الجهه الثانيه، ايدي بدي احاول دلني تاركتها مطعوجه. انا عملت لكم شريط الفيديو اللي قبل هيدا لحتى تشوفوا نفس الطريقة، بس هالمرة حبيت ضليكم كيف نقدر نلون العجينة بالعجين قبل ما ارجع لونها بالالوان الزيتية. بعملها بهالشكل وبتركها على جنب مثل ما بدي اياها انا تنشف، بتعوجها وبزدها التطعيج وبتركها على جنب، اوكي؟ سو تركتها هلا، واكيد بدي خلي محرمة بين ايدي حتى نضف ايدي دايما، خلوا ايديكم نضف وانتم عم تشتغلوا بيطلع الشغل احلى. هلا لاحظوا معي هون انا شو عملت، انا عملت اخذ ابيض اول شيء، فرشيه بيضاء، حد اصفر لانه الورده اللي بدي استعملها صفراء، ومن الجهه الثانيه كمان اصفر، تحت الاصفر بحط الاخضر والموتارد، لا
من هالجهه والاخضر موتارد هالجهه. هلا بتشوفوا كيف بمزج الالوان ببعضها بطريقه سريعه وسهله حتى تشوفوا كيف بدي اعمل. هلا هون الفرق بين الورقتين، هيدي الورقه انا عملت لها ابيض واخضر فاتح حتى تشوفوا انه لما بتكون العجينه غامقه بيكون الشغل شيء، ولما بتكون العجينه فاتحه الشغل شيء. انا بفضل دائما العجينه فاتحه والعب فيها بالالوان بالفرشيه على زاويه. اوكي سو هلا كمان هون استعملت الابيض اصفر من الجهه الثانيه اصفر، ومثل ما خبرتكم اذا الورده اورانج بستعمل اورانج بدل الاصفر، اذا الورده حمراء بستعمل احمر بدل الاصفر، ومن تحت اخضر ومطر مثل ما شايفين قدامنا. هلا انا رح الون وحده قدامكم، دائما المفروض يكون معي الفرشيه لكل فرشيه لون. اوكي ما تستعملوا نفس الفرشيه لكل الالوان، انا عم نظف الفرشيه من الشمع لانه حطيتهم بكبيه في بقلبها شمع. تمام هلا باخذ اكيد اللون الابيض وبحط، لو كان هون لونه ابيض برجع بحط فوقه ابيض لانه بيطلع الابيض انضف. اوكي سو انا حطيت براس الورقه ابيض، مركز انا على الورقه من فوق لانه من تحت بده يجي علي وردي. اوكي هلا كمان بردها لهون بستعمل لون الاصفر كمان بالفرشيه الصفراء، بحط شوي من هون اوكي، ضربة من هون وصل لتحت وضربة من هون ماشي. هلا بعد الاصفر شو بيجينا؟ بيجينا الاخضر، الاخضر اكيد رفيقه الخردل لون الموتارد، موتارد من هون فيني. هلا هون حطيت الاخضر قبل الموتارد تطلع الجهة غامقة، برجع بزيد الجهة الثانية من هون موتارد. اوكي هلا هون الجهه اليمين بلشت بالاخضر الزيتي قبل الموتارد، هون ببلش بالموتارد قبل، بصير يطلع عندي الالوان مختلفه. ما في ورقه بتجي لونها مثل الثاني، كل ما كانت الورقه الوانها اكثر كل ما كان بيطلع الشغل احلى. اوكي هلا اجى وقت المزج، لاحظوا كله بده يكون هون، بترك هدول الفراشي على جنب اللي هن كل وحده لها لون، وباخذ فرشيه نظيفه على الاخير، دائما ايدي لازم يكونوا نضاف. ماشي هلا هيدي الفرشيه يلي هي ما في لها لون ابدا ابدا، انتبهوا معي بدي بلش من الابيض، الابيض وبنزل على الاصفر ومن الاصفر بنزل على الاخضر، شفنا كيف طلعت، وبرجع من الاخضر وبطلع على الاصفر يعني بروح روحه رجعه. هلا نحن ما بدنا الابيض، الابيض ظاهر فهو بيطلع افتح، يعني الورقه بتطلع فاتحه وغامقه. اوكي هلا اذا بدي اياها افتح بستعمل الفرشيه اللي عليها الاصفر، برجع ببلش من الاصفر وبنزل نزول على الاخضر، كمان بكزدر فيها شوي لتحت وبرجع بطلع طلوع لفوق حتى تزبط لون الفرشيه. لاحظنا كيف طلعت غامقه وفاتحه الورقه، فهذا هو المطلوب، حتى على جنب بنظف الفرشيه قد ما بقدر من اللون، وبرجع نفس الشيء ببلش من بدي بلش من الابيض، هو حيطلع الابيض مخضر شوي لان الفرشيه مخضره شوي. اوكي لان انا هيك بدي اياها، وبنزل دغري على الاخضر والموتارد وبرجع بطلع من الموتارد والاخضر على الاصفر حتى يطلع الاصفر فاتح ويفوت مع الابيض، بصيروا الالوان فاتت بعضها بهيدا الشكل، وبرجع بكزدر كمان طلعه نزلي مثل ما شايفين قدامنا. انتبهنا كيف طلعت الورقه، هيك مطلوب فاتحه وغامقه. المهم اذا طلع معي شويه فاتح على الفرشيه بكل سهوله انا فيني نظف على الورقه الثانيه، كمان برجع بنظف الفرشيه قد ما بقدر، وبجي على الورقه الاخيره، الورقه الاخيره ببلش من الاصفر وبطلع على الابيض. انتبهتوا الابيض هون بيطلع نضيف لانه الورقه هون في فيها اخضر، وكمان الفرشيه عم تجي من برا لجوا مش من جوا لبرا. اوكي وبنزل اذا كان في هيك شوية جوا تدرس ففيني انا احشي بهيدي الطريقه. ماشي هلا كمان بنزل نزول وبرجع بكزدر طلوع لفوق، فهلا اندمجوا اللونين ببعضهم، ما بقى الابيض ابيض كثير ولا بقى الاخضر اخضر كثير، والاصفر يا دوب مبين. ماشي برجع بنزل على الاخضر حتى يمزجوا مع بعضهم الالوان وتصير الورقه اللي مثل ما انا بدي اياها. بنظف الفرشيه شوي قد ما بقدر وبرجع ببلش من اللون الاصفر وبطلع
على الابيض. اوكي، وبرجع نظف الفرشيه شوي وبرجع بنزل من الاصفر وبنزل على الاخضر والمطارد اللي هن من تحت، وبكذب فيهم طلعه نزله حتى يمزجوا الالوان ببعضها تطلع الورقه بين الفاتح والغامق. اوكي، هلا من جوا برجع بكذب هيك وبتطلع معي الورقه جاهزه. هلا بتشوفوا كيف بدي احط عليها تنسيق زهور، بس اكيد مش بهيدا الفيديو، بفيديو تاني حتى تدلكم عم تشوفوا كيف بدي ما ضيعكم، حتى دائما تشتغلوا بطريقه حلوه. اوكي، شفتوا كيف بنظف الفرشيه على الورقه يلي الثانيه، لانه بدهم ينحطوا بنفس الورده، سو المفروض يكونوا بنفس الالوان. اوكي، سو كمان هون برجع بحط نفس الشيء، اذا طلعت غامقه فيني زد لها شويه ابيض، ما في مشكله ابدا. هون برجع بكزدر لها شوي بالابيض حتى تطلع شوي افتح، تتقرب شوي من اصحابها. كمان من تحت برجع محل ما بلاقي شوي غامق برجع بكزدر لها شوية ريتوش، بتطلع كتير مهضومة. انتبهوا، شفتوا كيف؟ إذا كان حبيت إنه بضويها شوي باللون الأصفر برجع مش حط لها شحطتين باللون الأصفر من دون ما أمزجهم بهالشكل هيدا. أوكي؟ ده الفراشي قديمين كتير، عمرهم 50 سنة، كرمال هيك عم يفلتوا معي شوي. أوكي، فشفنا كيف رح نعمل. كمان بضوي هيدي شوي بشحطتين بالأصفر وشحطتين بالابيض. شفنا كيف تطلع هيدا من دون ما فوتهم، دخلهم ببعضهم بس هيك بشحطهم كم شحطه كرمال لحتى تضوي شوي الورقه. اوكي، كمان هون بهذا الشكل، وهيك بكون خلصت لكم تلوين الورقه. نظف الفرشيه وبودعكم، تلاقيكم بالفيديو الثاني تتشوفوا كيف بدي استعمل هالورقات.